اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيوفي وضيوف حضراتكم في هذه الحلقه. الاستاذ محمود شوقي، ازيك يا استاذ محمود؟ اهلا بك اخبارك يا حبيبي؟ كله تمام. ايضا الاستاذ محمد ابو علي، ازيك يا استاذ محمد؟ حبيبك يا اخبارك ايه؟ كله تمام الدنيا الحمد لله. خليني ابدا مع حضراتكم. انا عايز اخد النهارده الحقيقه، دايما انا مثل هذه الامور هي المفروض ان هي امور عاديه، ولكن ما كنا نراه الحقيقه اصبحت مثل هذه الامور يجب ان كل شبابنا يعرفها وكل شبابنا يسمع عنها. مثلا خطاب التهنئه اللي بعته مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه كابتن محمود الخطيب لتهنئه نادي الزمالك، رايك في هذا الامر؟ والله دي الرياضه اللي احنا بنشدها وبنحبها وتعلقنا بيها وشجعناها وكتبنا عنها، هي ده الرياضه، وهو ده النادي الاهلي اللي طول الوقت متمسك بقيم الرياضه حتى لو في بعض الناس تخلت عن الفكره طول الوقت، حتى في عز الازمات وفي عز الاشتباكات وفي عز لو في تطاول او خروج عن النص، كان الاهلي متمسك بالمبادئ بتاعته طول الوقت. عمرك ما شفت حد من عناصر النادي الاهلي بيخرج عن النص، عمرك ما شفت حد مسؤول في النادي الاهلي بيخرج عن اطار الرياضه ابدا حتى في احلك الظروف. فما بالك وانت بتفتح صفحه جديده في الرياضه المصريه، بدأت بزيارة الكابتن محمود الخطيب وبعض أعضاء مجلسه إلى مقر نادي الزمالك، ثم حضر الكابتن حسين لبيب حفل تأبين الأستاذ العام فاروق مؤخرا. العلاقة جيدة جدا لحد كبير، ودلوقتي الأهلي بيهني الزمالك على بطولة كونفدرالية أفريقية. أعتقد إنه ده عودة للإطار الصحيح، لأنه ما كان يحدث في الماضي كان هو الغلط. ده الطبيعي، ده الطبيعي بقى بتاع زمان اللي احنا عشناه في سنوات سابقة. الكابتن صالح سليم كانت علاقته طيبة بحلم زمورة رمز الزمالك، الكابتن حسن حمدي كانت علاقته طيبة بدكتور كمال درويش على سبيل المثال، وهكذا وهكذا وهكذا. إذن نحن نكتب سطر جديد من سطور الرياضة النظيفة، نتنافس لكن باحترام وباحتراف وبأدب، الجمهور يتنافس لكن في كله في إطار الرياضة الصحية، مش رياضة التنافر ومش رياضة الشتائم، مش رياضة الخروج عن النص.